الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي جيولوجيا المياه تحت الأرض. شنو المياه تحت الأرض؟ بصورة عامة احنا نعرف انه المياه تشكل 70% من حجم من مساحة الكرة الأرضية، تمام؟ هاي المياه مقسمة إلى أنهار وبحار ومحيطات. هاي المياه اللي نعرفها نصيح لها بالمياه السطحية، اللي هي النوع الأول، اللي هي مو محل دراستنا اليوم. محل دراستنا هو المياه اللي موجودة تحت الأرض، اللي ما نشوفها، اللي أي مياه موجودة تحت سطح الأرض. القسم البعض يطلق عليها اسم المياه الجوفية. هذا الشيء صحيح، هو جزء من أنواع المياه الموجودة تحت الأرض هي المياه الجوفية، وأكو أنواع أخرى راح نتطرق لها في سياق هاي المحاضرة، تمام؟ فأهم شيء أنه نفرق بين المياه الجوفية والمياه تحت الأرضية. إحنا اليوم راح ندرس كل أنواع المياه تحت الأرضية بما فيها المياه الجوفية. أول نقطة يكون نعرف إحنا كمهندسين مدنيين ليش ندرس هاي المياه. هاي المياه إلها هواية تأثيرات وهواية مشاكل تسببها للمنشآت الهندسية. فأول شيء بأهمية دراسة المياه تحت الأرضية إنها تؤثر على الخواص الفيزيائية والميكانيكية للصخور. سبق وتحدثنا بالمحاضرة الرابعة عن الخواص الفيزيائية، وتكلمنا شلون نوجد الكثافة، وقلنا اكو كثافة وكثافة كلية وكثافة جافة وكثافة حقيقية، وتكلمنا انه اكو معامل نوعي واكو محتوى رطوبي، وشفنا انه كل ما العينة تختلف ظروفها راح تختلف ذني العوامل، ومن تختلف ذني العوامل الفيزيائية اكيد راح تختلف الخواص الميكانيكية، من مقاومة التربة، من قوة تحملها، من قدرتها على قدرتها على تحمل الضغوط وإلى ما آخره. اثنين، تنتج عنها قوى الإصعاد. شنو قوى الإصعاد أو الأبليفت بريشر؟ هسه إذا جبنا صفيحة ووضعناها بدلو مملوء بالماء، تمام؟ ايش راح نشوف؟ راح نشوف هاي الصفيحة راح تطفو للأعلى. صفيحة يعني أقصد علبة، تمام؟ علبة مجوفة راح نشوفها راح تطفو للأعلى. إذا اجينا وضغطناها بإيدنا وحاولنا إنه ندخلها بالماء، ايش راح يصير؟ راح تصير قوة من الأسفل تحاول ترفعها، عكس القوة اللي تأثر عليها إيدينا. هاي القوة نسميها قوة الإصعاد أو الأبليفت بريشر. هاي إلها مشاكل خصوصا بالأنفاق والمنشآت اللي تحتوي على سراديب وغيرها. ليش؟ لأن أكو قوة من الأسفل بتحاول تضغط على هاي المنشآت تحاول ترفعها. فإحنا كمهندسين مدنيين كنا ناخذ بحساباتنا شلون نوازن بين وزن هذا المنشأ وبين هاي الضغوط اللي تجينا من الأسفل. ثلاثة، يجب ضمان عدم نفاذ المياه داخل المنشأ في حالة تماسه. يعني أنا إذا عندي بناية وهاي البناية تحتوي على سرداب، والسرداب كان في منطقة تحتوي على مياه جوفية، شنو الشيء اللي أسوي بحيث أمنع دخول المياه إلى هذا المنشأ؟ طبعا أكو عدة طرق للووتر بروف، الطرق كثيرة إن شاء الله بموضوع إنشاء المباني السنة الجاية راح تأخذوها كلها بالتفصيل. من عدها إنه أنا أعزل هذا المنشأ عن المياه الجوفية المجاورة. هاي المياه حكينا هسه عن تأثيراتها السلبية، أكيد لها تأثيرات إيجابية. نعم، تأثيرها الإيجابي ممكن إنه نستغلها بعمليات الإنشاء، ممكن نستغلها بالصناعة، بالزراعة، يعني بالمجمعات السكنية اللي قامت بالنجف الأشرف بالسنوات السابقة ولا زالت قائمة. أكو مناطق بعيدة، وموضوع إنه هاي المناطق مدولها مي راح يصير مكلف، وإذا ظلوا يشترون يعني يشترون مي بالتناكر ويجيبون، الموضوع راح يكون أكلف. فعمدوا إلى أنه يحفرون بير في تلك المنطقة واستفادوا من مياه جوفي، وحل حلو ومريح وأسهل وككلفة أكلف، يعني أقل كلفة. زين،
هسه عرفنا أهمية دراستها وعرفنا شنو المياه تحت الأرضية. نجي عن سبب وجودها أو مصدرها، منين هاي جت المياه الجوفية. في الحقيقة أكو أربع مصادر رئيسية للمياه الأرضية. المصدر الأول والأساسي والأهم هو مياه الأمطار والثلوج. هاي الأمطار والثلوج من تتساقط على الأرض، الأمطار والثلوج تتساقط والذوب راح تصير على سطح الأرض. بأثناء مسيرها راح تتغلغل للأسفل، راح تنزل للأسفل إلى أسفل سطح الأرض، وتبدي تتغلغل بالفوالق والفواصل والمسامات والفجوات اللي تحت الأرض إلى أن تتجمع بمكان معين مكونة إليه مياه جوفية بالتحديد، وبالأعم الغالب نسميها مياه تحت الأرضية. زين، النوع الثاني هو مياه التبلور. شنو التبلور؟ إذا تذكرون بالمحاضرة الثانية تكلمنا عن الصخور النارية، وقلنا هي نتيجة لعمليات تبلور للماغما الموجودة تحت الأرض. تمام، هاي عملية التبلور أو أي عملية كيميائية عادة تكون مصحوبة بنواتج ثانوية. عملية التبلور تكون مصحوبة بنواتج ثانوي اللي هو المياه، اللي احنا نصرح لها مياه التبلور او المياه المنصهرة. وهذا المصطلح مهم، المياه المنصهرة. شنو المياه المنصهرة؟ هي مياه ناتجة عن عملية التبلور، وتكون بدرجة حرارة عالية، وتحتوي على املاح معدنية، وتكون في بعض الاحيان تخرج الى الاعلى مع المياه الجوفية مشكلة ينابيع معدنية حارة. النوع الثالث أو المصدر الثالث للمياه الأرضية هو المياه الجوفية، المياه الجيولوجية، وهي المياه الموجودة أصلاً مسامات الصخور عند ترسب جزيئاتها. يعني الصخور أثناء فترة التكوين تكون وياها مياه، هاي المياه نصيح لها مياه جيولوجية، يعني من الأصل التكويني للصخرة. النوع الرابع اللي هو حقيقة نوع نادر جدا اللي هو المياه السماوية، واللي هي ناتجة عن اصطدام بعض الشهب أو النيازك بالكرة الأرضية مكونة مياه تدعى بالمياه السماوية. زين.